ربنا دلوقتي يكرمك. بقى تعالى ندخل في موضوع حلقتنا النهارده، وحلقتنا النهارده بتتكلم بخصوص او بموضوع التجمعات العائليه اللي تمت في العيد. احنا لسه ايه راجعين من العيد واحده واحده، ولازم نشوف حاجات عملناها في العيد وفي اجازه العيد وفي طقوس العيد سواء في العيد او بعده. طبعا احنا سبق واتكلمنا في موضوع التجمعات العائليه اكتر من مره واكتر من حلقه، قلنا انها مهمه جدا علشان نضمن ان احنا نكون دايما متواصلين وبيننا تواصل يستمر على طول، قلنا طول السنه مش بس في رمضان او في العيد، ونفضل طبعا دايما قلبنا على بعض، نحل مشاكل بعض، يعني عارف روح الاهل والعيله دايما ظهرهم كتفهم في كتف بعض، وطبعا غيرها من الايجابيات الجميله لتجمعات العائلات. لكن في المقابل هنا بنلاقي بقى انه في ناس مش بتحب التجمعات دي وبتحاول دايما بكل الطرق انها تهرب منها بسبب بعض النماذج اللي غالبا هتلاقيها موجوده في كل عيله، دايما بتلاقي يعني كده انا خدوا على العزله ممكن. لا هم بيحاولوا اي عزومه فيها عدد وناس يسحبوا نفسهم يتحاشوا لاي سبب، باعتذارات بقى، كل بيحاول يهرب باي طريقه، يتحاشوا بعض الناس في العيله مش عايزين يحتكوا بيهم. صحيح صحيح. في كتير كده فهمت انا دي. زي مثلا نموذج مثلا الشخص الحشري، ده من اول النماذج اللي منتشره في طبعا معظم. ده لوحده يتساب له بلد طبعا، اللي هتلاقيه مثلا بيسالك طول الوقت عن ادق التفاصيل في حياتك، رغم انه مثلا ممكن يكون بيشوفك كل فين وفين او بيشوفك كل فين وفين، يعني ممكن تكونوا بتتجمعوا مره في السنه بس هو على طول وطول القعده يكلمك عن تفاصيل حياتك، عن شغلك، عن ولادك، عن صحابك، تفاصيل بقى سخيفه واسئله حاطط مناخيره في شؤون الناس، اسئله شخصيه جدا ما ينفعش نسال فيها. اللي يغيظ بقى انك لو حاولت او حاولتي انكم تهربوا من الاجابه بلطافه او بطريقه ذوق كده تلاقيه بقى ايه متضايق. متضايق انت ازاي ما تحترمنيش؟ في ايه؟ يعني حاجه سخيفه جدا. نموذج اكيد مش اكيد يا ميس انت استضفتي من النماذج ديت وانت صغيره وانت كبيره وكله كتير كتير عند حد في من قرايبك كده. مش في القرايب، القرايب طبيعي بيسالوك بيسالك انت عملت ايه في الكويت، والقريب بتحس ان هو الحواجز متشاله معاه فبتحكي احيانا، لكن انت ممكن تغير يعني تقول بس رؤوس اقلام مش لازم تفاصيل. اللي مش تفاصيل اللي نمت لو بس. لقيت حد من القريب داخل بزياده وبيسال بزياده انا اقول لها هقوم معلش اعمل شاي واجي، هقوم اساعدك في المطبخ، تعالي نشيل مع بعض الحاجه كده، يعني اغير الموضوع يعني بطريقه شيك. تعرفي تعملي كده؟ طبعا طبعا لازم. عندك كمان نموذج اللي ملوش فيه، النموذج ده عامل نفسه دايما فاهم كل حاجه، يقعد كده يقنعك وينصحك باللي هو بانه شايف ممكن ايه كل حاجه ما تنفعش الا اللي هو عارفه من يعني خلاله، هو فاهم في كل حاجه، شايف هو طول الوقت فاهم في كل حاجه، عارف ينجح اصلا في حياته، هو شخصيه عارفه تنجح في حياتها. طيب ما تشوف نفسك الاول، شوف النموذج اللي عندك الاول اهو خلاص، هو انت بتسالني عن تفاصيل وبتحاول طول الوقت تنصح فيا وفاهم كل حاجه. طب نيجي بقى لحياتك انت، حياتك سليمه وماشيه حلوه؟ لا مفيش حد حياه سليمه خالص، مفيش يعني ده من ضمن الرزق، ده يعتبر حشري. ده يا ميس المشاكل اللي عند الانسان من ضمن رزقه، خدي بالك انا عندي غير اللي عندي غير اللي عندي ده غير اللي عندي ده من ضمن هو رزقه. بيحب يهندس على الناس ماشي ينصح طول الوقت عامل نفسه الكبير فدي حاجه طبعا مش حلوه، حسسوك ان دايما كل حاجه بقت وحشه. خدت بالك كمان من العادات بتاع العائلات دي، الناس الكبيره اللي ما بتعملش حاجه غير تقعد تقارن بين الزمن والزمن، يعني الناس الكبيره اللي بتقعد في القعده تسيطر على القعده وتقعد تقارن بين العصر بتاعها والعصر بتاع الشباب دلوقتي.